آثار دماء وبقايا رصاص يستدل بها أهالي بلدة بيت عنان شمال غرب القدس على استشهاد أحمد زهران ومحمد حميدان وزكريا بدوان. فهذا البيت الزراعي كان مسرحا لعملية اغتيالهم على يد قوات خاصة إسرائيلية. السكان يشككون بالرواية الإسرائيلية التي تحدثت عن وقوع اشتباك مسلح في المنطقة، ويقولون إن الاحتلال احتجز جثث الشهداء بعد تصفيتهم. طلع صوت انفجارات مش أقل عن 4-5 تفجيرات، اطلق نار ما صارش كثير. لما شك الفضاء انتبهنا للجيش، لان الجيش ما انسحب، اللي هو تشيل حوالي 10-15 عسكري حاملين شهيد. شفنا واحد يعني بيلفوا فيه في نايلون اخضر وحملوه نفذوا فيه جبل مشرك عشان الخط الرئيسي، وانتبهنا اخرى لمجموعه عسكريه لافين واحد في نايلون سيلفر. على مقربة من الحادثة في بلدة بيدو مسقط رأس الشهداء الثلاثة، دارت مواجهات عنيفة في المكان وأعلن الإضراب التجاري، فيما احتشد عشرة الفلسطينيين أمام منزل الشهداء منددين بالعملية الإسرائيلية. قتل واعتقالات ومداهمات هو ما خلفه الاحتلال عقب عمليته العسكرية. تصعيد إسرائيلي يشمل مختلف المناطق ويبقى احتمال التصعيد والمواجهة قائما باستمرار. في جنين يشيع آلاف الفلسطينيين جثمان الشهيد أسامة صبح ذي 22 عاما، متأثرا بجراحه التي أصيب بها خلال اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال التي احتجزت جثمان شهيد آخر استشهد في الاقتحام. أسامة مثل أي شهيد، الحمد لله، وكل بتمناها هي الشهادة، والحمد لله هذا عرس، أكبر عرس، وعرسه بعد شهر، والحمد لله هذا عرس الكل حضره، اللي بيعرفه واللي ما بيعرفه، وإنا لله وإنا إليه راجعون، لنا كل ما يرضي الله، إن القلب لا يحزن وإن العين لا تدمع وإن على فراقك أسامة لمحزون. عملية عسكرية اعترف الجيش الإسرائيلي بإصابة ضابط وجندي من قواته الخاصة فيها، وتصعيد حملت الرئاسة الفلسطينية إسرائيل مسؤوليته، وتوعدت الفصائل بالرد عليه بكافة الوسائل. إبراهيم خلف، تي آر تي عربي، الضفة الغربية المحتلة.